بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مريم. مريم سورة لغم عابي مكية مكي كسود دكتي. وآياتها إذهادنا ثمان وتسعون آية سغاشن إيه سديد آيادود وي أما سغاشن إيه سغال آيادود وي وآكالي نغان إيسا سورة دانو تضبب بقل إيه سديدة كلمة أي نغان إيسا وآي نغان إيسا سدح كن إيه تضبب بقل أو حرف سورة دانو ميشان كجلينو وسورة دي طوان إيه سغالات أو قرآن كميدا وحان اللي إلا دا سورة مريم أيا اللي إلا وحالو أمك عابي سورة مريم قصة مريم بنت عمران نبي الله عيسى هو يديس أيا لغو شيغي دونا أيا دو وليبا مركاسي أيا دا إيا مركاسي ويل كيدي نبي الله عيسى قصة دونا لغا ورهمي دونا تسمية دا سمركا وحاي كميتاهي باعدة دا أي نصامر جرناوه هذا من باب تسمية الكل باسم بعده على عادة الله تعالى في كتابه شيء كل يبعل كميدا إن لغو مقعابه وحاي كميتاهي عادة إلهي كتاب كيسا قد راستي مركا سورة مريم مركي لي رهدو نسخوين كقاركود عليها السلام إلهان واحد باتان هاد أهرين تاسكم السقنا إنك سو قصد كويهي سورة دا مركاسي إسن كذا إن لشيغو إيه هاد عالم أو مشهورة إن لشيغة إيسان هين سورة مريم أيالة دهي سورة دا تن وهاجرت مركا إلهي سبحانه وتعالى هوين مغا آده سي صريحة إلهي قرانك أو مشيغين إلا مريم بنت عمران موي معي تاي حكمة دا كدن بيس وحال وش أغي هاد أيادة صدن ميلود أيا قرانك لوغا شيغي حكمة دا مركاسي لو شيغنا وحوي داد وحاجر كفارة او ظالمين او شاقين إني مريم اي تاي زوجة الله اي تاي إلهي زوجديس اي تاي تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وحا الله شاقنا وحا ويقفك عظيمك عادة سيدة الوية قانو تيس وجري جرتية مدى هذا جرتبا وحا وكسن تاقى هاليري زوجديس مقا عادة إنو شاقه او مركاسي وحا وي ميل لجوغو او لمقلايو إنو كشاقه وكسن تاقى اي كان دقان تاي علم ذي مركاسيه إلهي كواس وضاية وحا شاقنا يسين وحجر هدايتاهي مقا عادة ومع الضاية لهي تاس وحي إذن تسيسا إلا أن هذا إلهي سبحانه وتعالى أدو منك يسولة تنازل آياه إنان مركاسي وحا شاقي يسين وحبا إيسا كجرين إلهي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وي إلهي زوجنا ما يالن أولادنا ما أوصي يالنينو إلهي سبحانه وتعالى أرنت أسوا كان سهنية لكن بني آدم كأيا وحا ويهي مد آدي آد مارتها أخربا أو إلهي حقي سيوقفي حق أنبياء أيوقفي حق ضدك مؤمنين تاو صالحين تايوقفي مركز سداس أيا مارتها عادة ذي سؤيتها لكن إلهي سبحانه وتعالى ميل أيوك حساب دونا سورة دا مركز دا وحاوة يواس سورة مكية وحي يرى لغا إسسنو دا لكن سورة دا تنسياق هذا سدانكو أركد دونا وحي نقونيسا سورة مكية أي نقونيسا مرد دي سورة مكية تاي waxaa looga warami doonaa usulul aqida looga warhamaya san wax badan quraanka aanu ku soo marnay aayada ilaahi subhanahu wa ta'ala qudradiisa wahdaniisa tusaaleynaya anuba waa warisaala baasiga iyo qiyaamadii iyo xawaashi qiyaamada ayaa looga warami doonaa suuradatan bismillaahir rahmaanir rahiim kaaf هيا عين صاد الله أعلم بمراده بذلك كاف كاس يا هأذاس يا يأذاس يا عين كاس يا صاد كاس مرادك اللي ولجي ذو معن هذا إلهي سبحانه وتعالى أياكو علم له وهي كمتا أوائل الصور ورانك متشابهات كيس أي كمتا هي علمك إلهي اللي بندقه علماء السلف الصالحنة أكثر قوض السلاسة إمارة وقهرين مركا هدا حقا مركا سوى حوي هدي الله لابته إيه علم القراءات كاف كأي الصاد كوال لماذا هذه مدء لازمة وهو هوي قراء الصبع هوي سكوا فقصيهم وانا قدر ثلاث ألفات سدح ألف قدر كودة أيا مركاسا لمدية فرتان الو حسابة فراها مركاسي الله بيتان كودة هذا إيا يأذى أيا قوال لمدية مد ومد دبيع ليرا أيا لمدية سيدة مركاسا فقصيهم أسونا قدر ألف واي عين تمركا وحاكو بنان مد لازمة إن مركاسي لمدو إيا مركاسي وحاوي إن لقا قصريو وبقدر ألفين لبا ألف قدر كودة إن مركاسي لمدو وانا مركاسي لبقر رؤو سبعيتان وي نونتا ومركاس عين للي مركاس جليس حق مركاس وحوية نطقة جليس وها عينوبا مركاس إن لقاريو الصاد كالو أخي عين صاد ليرا هذا مركاس هي مركاسي مركاسي قنية إن لسمايو عين تنا مركاس وحوية لقردقو دالك لكن وحاكو بنان إظهار هي إدغام
ودالك ذكر رحمة ربك صاد ذكر رحمة ليرا مركز ومركز دالك دالك مركز لغو إتقامو لغو الشيطة ساسا كبانان أساقنا وانا الله بقرة ومركز أيقنا سبعيتان إظهار كاس إتقام كاس مركز وحوية إلهي سبحانه وتعالى أياك علم له سداس أيا حقه مارتيا ساسان اللي مركز أقوال أيا مركز سلفك إكليهين أو كالنتود سيدا هذا مركز ابن عباس أو داي وهو داي ابن عباس واسم أو أسماء إلهي كمذا فتاد وحو داي وحو اسم من أسماء القرآن ومقع كمذا قرآن كمقع انتيس علماء كلا وحي لاذين اسم الله الأعظم كوي واسم الله الأعظم كلا شيء ساس دراد ديد أياتات كعارف انت وهي مركز أي حس جرين أحزاب توذا كوى أغو قدن باية أيكو حس جرين سيدا هذا مركز رقي وراء عارف انت مارت يا السيد الدسوق يا أبو الحسن الشاذلي يو ركال انتوذ وأيكو ماشا سي أنساس عوغة فامسيه قالوه إلى مارس سورة دمك عادوي قالوه مارت يا دار إلهي سبحانه وتعالى وقدارنا ايوي إمام الكلبي وحو ده يسو سنو أمان ويفعلو إلهي سبحانه وتعالى نفتي سوقف علينا لكن هذا الدين لسيرها أو لسيرها أو لسيرها وح مركز ما الله يصلح لك مجرته سيدا مركز أسلم كأه أو لقول نبت قلعي وإن لي دهده الله أعلم بمراده بذلك وهي قدم بي أي مركزان معنا هذا وحكسو قادنين ذكر رحمة ربك وهوي وخبر متديس ومحذوف يهي هذا متك نوضه إلهي سبحانه وتعالى ذكر رحمة ربك ربك آغا نحريسيس حسك يذوي عبده أدو كيسة أو أن حريصي زكريا زكريا هذا لسوق الدرايو مشار إليه ومركاسي واحد ضمبايا أو هاجر سيدة غالبك لكن هذا وحوي نبي الله زكريا نحريص إليه أن حريصي أو يحيى لسيي أو هذا هنتاس إلهي نوشيغا يتاصل لسي إشاريا ذكر رحمة وحوي ومسدر المضاف لمفعوله وي فاعل كنا محذوف وايو وحال الليه ذكر الله رحمته عبده وي ذكر الله إلهي حسديس واي رحمته نحريسيس وكحسي عبده أدونكي زكريا ساسا مركز سال الليه إلهي وحوله سبحانه وتعالى هذا متكان أول الشيء دونه ذكر رحمة ربك ربك آغا نحريسيس حسك هذا وي عبده أدونكيس أو نحريسي زكريا أما زكريا زكريا همزة بلا همزة الأخرية زكريا زكريا إذن مركز بيانا لغا إذن مركز وحيكو تعلق إيسا رحمة إذا سيكو تعلق إيسا إذ وقت أيو نحريسي ألا أدونكيس زكريا ناداءو ناديي ربه ربكيس ناديي زكريا نداء ناذئو ناديي نداء سو خفيا أو مارتيا سرعة أو قرصون إذ وقت أيو نحريسي الله سبحانه وتعالى أدون كيسة زكرياه لإلهي سبحانه وتعالى ناداءو ناديي زكريا معناها وحوية دعاءو إلى أو بريي الله سبحانه وتعالى أي سرعة أو كبريي أيضو هبينك لحديس أي تهي معايا لوقت قاس قارهان جوف الليل الأخير أبينك وقتك أقول ضمبايا معايا وقتك سياد دعاد أي كدك دك بضنطة إذ وقت أيون حريصو لإلهي سبحانه وتعالى ناداءو ناديي زكريا ربه ربي يسوء ناديي نداء نادو خفيا أو قرصون نداء مشتملا كل منايا على دعاء دعاء كل منايا خفيا أو قرصون وهي مركز إلهي أكبر يو الله سبحانه وتعالى نوشيك يا هدن قال وحوله لإلهي سبحانه وتعالى نبي زكريا ربي يا ربي ربي يا يو إني أنيقى وهنا العظم لفت أياء اللعيفتي إني أنيقى وهنا العظم لفت أياء اللعيفتي مني حقيقة لفت أياء اللعيفتي وش على الرأس مضح نوائي هري شيبا من شيب حق هذا أيو إلى هري ولم أكن منئه بدعائك الدعاذة ولم أكن منئه وما أهاجر بدعائك بريذاذة ربي يا ربي ربك يا شقيا مثك دول درس دم اهين دعاده مثك هوغه ما اهين وخي هره اسو تغي حدنا الاه يو دعاده وحان كا بريايو الاه اوغه هوجميس اميهدي الاه يي رسوشي ايا مارتيا الاه ساسو بري جيراي الاه او توالو جيراي قفكا سو ادونه ربيغيسا انو بري ايا لو باهان يحي دعاده وحا ويه قفكا مؤمنكا حبكيس ويه الاه سبحانه وتعالى مقاماتكا وا وين وحو كو غارايه ويه شي ماركاسي لغا مارم درفتا عينينا ما اهن الاه سبحانه وتعالى إن لو دان شيكتو أو ولي بس التوالع أو مركز إليس ججبين أيو إلهي سبحانه وتعالى لو بريو أو مركز قلبي ديب للي ماذا
تعالى هذا إن شاء الله تعالى سورة غافر وتيدونا سيد الله أقبله إلهي بايقان سبحانه وتعالى كيف يذا مركز الله أقبله إلهي يقان لكن أنك إلهي ادعوني أستجيب لكم مولد إلهي بريا وائد أجيب إياه أنك مركز وحوي أمرك إنا قادنا أيانا لكرهبا إلهي سبحانه وتعالى نتيس أسيء أطالة أو إلهي وعد جيس مجوبي إلهي هذا نوحان أركينا ماشان نبي الله زكريا سيد رب جيس وبريا دنك صو أذلاه هاي إلهي سبحانه وتعالى حلق صو كله هذا صو كعذاب وبنلقته إلهي سبحانه وتعالى مراد كأجوا قصينا يا وهذا الدعاء وح أنبياء ذكريا خاص كمهن أيق إلهي سبحانه وتعالى يا بطوري أو وح ويسيد إنه كلامهن النجا ساعة بساعة إلهي نبريان نبرنان الكدونا يا برك هذا وحالق قاضنا يا هيدا علم ذو دعاء أو لقريه أو إلهي ليسد ليه الله توالعه الله يسد جبيه هنا يكمتها أسباب من أسباب الإجابة إجابة أسباب تهذا يكمتها وليبا مكو سيجر تاليري إذا كان في جو في الليل هبينك لحيس غفك مركو ياهي إنه مركز سلاس أو سمايه مبكو سيجر تبوي مركا هادا مركا أوه الرئيسة وحا أوه شاقنا يا لحفقيس إلهي أوه شاقنا يا أصوه هادا إلهي نعالم أوكيهي محايا لا جواريح ذو إنا الشقيسه وحي كمتها أسبابته وحلقور هذه كمتها إلهي أصوه حال كاقنا أوه أوكيهي inaad haddana u sheegato in la iska doonaayo ayaa laga qaadanayaa meeshaan oo markaas loo xifigaaga ilaahay subhanahu wa ta'ala rabbul izza oo awooda sara iska leh inaad ba u bandhigto oo hor dhigto ayaa loo baahan yahay markaas wuxuu dhahay nabi sakari rabbi ya rabbi rabbigeeyo inni aniga wahan al azmu laftiya illa ifta minni haqiqi lafaha dhamaantooda oo macnaa waa way markaas da ayuu noqday maxay yeelo qofku baahidiisu waxay zaaid ay si noqonaysa markuu haddana waxa way da oo si noqday حتى مركا لفوه كل عيفد أود حوق ليه يا مركا سب إلهي وأباه أنت لكن هذا مركا أو صيد درن يا حالة مركا وتاجناي أيوك صي ورمايا واشتع على الرأس ماذي حين وائه ريو دهي شيبا من شيبا حق هذا أيو إله ري معناه هو كوذا انت شر الشيب في شعري وهو كوذا تنتيذ وحا كفافي رأيا كفافتي سيدا وحاوي شعاع أو نارت أو دبك أو كفاف قريها وقريها مركي دبك لسارو مركاسي وحاوي دبك هلع وضا قلو ووضا اكينا يا مركاسي وحاوي قرق هلع سعضا ايو نقونا يا مركاسي دا صحاو مركاسي الرد ايا ساس اقات اكتاي ايو ليه ايو ساس بولي مركا وقتها سوكالي ووقتها دانا مركاسي قفك وسيجل عايو قفك دو مسلا بقو عروبو وحاوي للي يراد ايا شباب نمد ايا حوق ايا مركاسي ما هينا ايو واشتا على الرأس مديح ايا اهورا يوضا هاي شايب من شايب حق ارادة تمييز محاول عن الفاعل وي انت شر الشيب في شعره وي كما ينتشر شعاع النار في الحضب وإني أريد أن أدعوك إلهي وإن أنك بريان الدنيا ومركا أنك بريان وحان كارب إله وأديسيس مركا هورا وحان الله ربا إناد مركاسي لعفقاق إلهي سبحانه وتعالى أتصوهر لك دعا ذا وحي إسكال هذا وكتك دونا ديال إلهي سورة غافلة ديال النقارسية شروطا إيه إسكال هذا مركاسو شروطا اسمرك اللي أوفيني إجابة إياه لوه رجينا إياه ولم أكن ما أهينا وضهي بدعائك بريادا دوضه بدعائي إياك بريادا إلهي وأنك بريادا ما أهين ربي يا ربي ربك يا يو شقيا متكو دول درسدا أما سخائبا متكو هوغا أو وحا ووي مراد كيسا كوغفا فيما مالله وين هو رأسه تجي فلا تخيبني فيما يأتي إله هي هوجني هذا وحي ما دون ودعاء هذا أنك بري عيو رأي إله يوم ملاد كي قواد إيسي جرتية هذا إله ملاد كي إيسي ولي مركزه دنتي سو صوبان لجيا وإني أنا وأيو لهي خفت وحا وقع بصدي الموالية كوا إلى حريره نصبك إلى حريره سيدا ما رتيا إلما أذير توكالي أو من ورائي كذا شيء ذا أهاد دونا مركان أنا قد انتو وحا وقع بقيا على الدين إساق سوق الدين كان وقع بقيا إني الدين تلا يعان سيدا رير بنو إسرائيل كو أركو ليهي أو دين تأي بدلين أنا قد دان سيدا أن كتاقو وحا ويددك مركاسي أنا حواشي ذا إذا oo qaraabadeeda diinta ayaan uga baqayaa diinki bay baabinayaan diinti bay ka tagaayaan waxa la rabaa sida hadda ambiyada ilaahay loogaga dayanayo qofka markaasii waxa weeye diinta meesha ay mari doonto iyo cida diinta si wadi doonta iyo diinta islaamka say xuq ku si yeelan lahaday bacda mowdkiisa inuu maaratay uu ka fikiro ayaa loo baahanyay oo hadaan anaga diinteena islaamka inaannu maaratay bacda mowdkeena inaannu ka fikirna waa loo baahanyay oo waxa la rabaa markaasii dad in la sii aasaaso dad wax la sii baro maaratay la dadaalo oo waxa weeye kaalinka qofkaana uu ka baxay qof kale
oo gasho in la helo waa laga marmaan haday tahay owlaadada haday tahay maaratay owlaada kala maaratay walaadu sirka oo owlaada markaasi kala umada kaleentoodo diinta adbarayso iguna owlaadadi in uu markaasi waxa weeye diinta lagaala haro oo markaasi bacdigaaga diinta aysan dayacmin wixii dayacay inaad ka fikirto waa loo baahan yahay ilaahay baa ugu wariyay subhanahu wa ta'ala laakin waxa la rabaa in markaasi waxa weeye dadaalkaas la sameeyo waxa kala laga qaadanaya qofku wixii asaga u haayo oo markaasi uu ka murgaayo inuu ka murgo bacda mowdkiisa inaysan dayacmin oo shaygaasu sida uu markaasi ku fiicnaa lahay ama uu ku sii jiri lahay shay khayra markuu yahay waa inuu ka sii fikiraa maxaa yeelay nimankan hadda bani camkayga uu ka wadaa ee maaragtaya waxay ahaayeen baa la yidhi shiraaru bani israa'iil ay ahaayeen nimanka markaasi ilmo adeertiisa reer bani israa'iil kuwa ugu sharta badan markaasi wuxuu ka baqay diinta inay bedelaan ilaa wax ahlu sharhu sidoodaba khayr male diinahay maayaan diintana waa diraayaan waana bedelayaan diina ku dhaqmi maayaan marka waa diintii dad wanaagsan oo saalixiina in loo helo markaasu wuxuu dhahay wa innii anigu khiftu waxaan uga cabsanayaa almawaaliya kuwa ila xiriira alladiina yaluunii fii nasab weye kuwa nasabka igula xiriira oo min waraa'ii gadaashayda ahaa doona hadda min waraa'ii hadda gadaashayda ama hortayda labadaa lagu fasiraahe oo haddeer xaaladan la joogaa ulama jeediyo waxaa ula jeediy aniga dhimashadayda ka bacdi dadka gadaashayda ahaa doona oo saasoo ku wada ee markaasi waa inaa meesha iska fiirisaa inay diinta la yacaan hase yeeshee haddana waxa u dhahay wakaanad waxay ahaatay imra'atii haweenteydina caaqirad mid ma dhasho ah oo haweenta aan qabane owlaad markaasi waxa weeye ma laha oo aan islaayaha markaasi owlaaddaasaa diintii kaa qaadi doonta waxaa la dhihi jira ishaac بنت فاقودة هذا كور سورة آل عمران أقصوا مرنية وهواي حنة بنت فاقودة ومريم بنت عمران هو يذيد أي مارت أوين تي سلطة لات مركا ساس وي مركاس إشاع مركا وحاوي يحيي لشي حنة وحي لشي مريم بنت عمران أي لشي وهذا سورة تن مركا سوى وي قصد هذا أنه قاعدنين إلهي وعور سبحانه وتعالى وعور نبي نبيل الله زكريا وكانت وحي أهاتي امرأتيها وينتيدنا إلهيو وحي أهاتي عاقرة من مرشاة وعبانا دليل ولقيت مرلين وي يرانتيدنا مرلين هدو أي مارتي الدأي تهاني وحمام أي سنرلين انتاس أي مركاسي إسلجوغان وحي أولادنا مهيستان بل سيدا هذا مركز أبيض إلهي أولادنا أيقوره بل ونجح رباي امتحانك وعوي هذا سيدا هذا ابتلده يا امتحانك أبيض وبدنيه هدتك وناسنا صالحين رسول كان عودة عليه السلام أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل بلا إذا وحائد قدرا أبيض إلهي هدتك وناسنا صالحين سيدا مر بهذا اللوكة لقرادوية أوقفك الدرجة ديسه وهي بأكينا إسابة إن امتحان كيسو بطيء كينا إسا جاهلك وحوي أدمية خاحوك قبا إيا سيدا أورهب إنه isagaga noolaad marka in lays imtixaan oo lays jarribo waxay ba kamid tahay darajada iyo wanaaga laakiin dadkeena Soomaalida oo qaar iska juhaalay yihiin qof muumin oo wanaagsan hadduu imtixaan yahay xagga adduunyada iyo meel kasta laga haayo waxay leeyeen qofkaanu qof habaaran way dhahan habaarka laftirkiisu wax iska jira inkasoo yahay qof hadda dow dulmi sameeyay amba aabaadiisa hore ay dambi galeen ay dulmi sameeyeen ee wiilada markaasi wax ka soo bixi karaan amba markaasi caasi waalideen qofku uu yahay wax قبصة كران أنباء بأذي سهري هايين واجر تعرين تاسيدنا وأنا صومرنا هدنا وكتقينا لكن وحاوي قفك هذا وقف صالح هاي هذا وحاوي مركز إلهي مركو جهبايو oo asagoo saaliha ilaahay jahibaayo ma ahan arintaas la dhihi kari maayo kaliya waa qofkaanu qof inkaaran weeyey marka waxa uu dhahay fahabli ilaahu ii hibay min ladunka aqtaada waliyan wiil ii hibay waliyan taan macnaha waxaa laga wadaa ibnan ayaa alaya laga wadaa waa uu dhahay fahabli ilaahu ii hibay uu dhahay min ladunka aqtaada ilaahu igaga hibay waliyan uu dhahay ilaahay mid markaasi waxa weeye ila xariira amase waliyan macnaha ibnan weeye ilaahu aqtaada wiil ii hibay sida hadda meelo kale aan ku soo marnay suurata على عمران وكلنتو ديان وصومرنا إلهو كاسيه ويل إلهو إبيه يبه وليقاسو أنبس ابن قاسو يرسوني الدحلاية ويرسو الدحلاية من آل يعقوب آل يعقوبنا الدحلاية واجعله إلهو كيال ابن قاس ربي يا ربي ربي يا يو رضيا مرضيا من لقر هاليه أكتاذا إلهو كده وهو دهي إلهو إيه بي أكتاذا إقصيه دهي ابن إقصيه ويل إلهو إسيه دهي هو أنت مركاسو أو قبي إنه يتشه
oo ilaahay wax ka siiyo ayuu ilaahay ka baryaa marka taas waxay ku tusanaysaa ilaahay naxariisiisa inaan laga quusanayn oo hadii maxalan ba hadda wax caadada ku culus ay qofka haayeen maxalan ba hadda weentaas waa gabowday ehde asaguna markaas waa gabowbay ayadoo sidaas tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala wax waa sii kara ee marka in la quusto la yiraahdo markaan waxa weeye waxba ma jiraan meeshaan sida caadada lagu yaqaan waxba ka imaamaayaan oo laga niyad jaba ma ahan ilaahay subhanahu wa ta'ala saacadda doono ayuu wax bixi kara cidda doona ayaa ilaahay wax sii kara markaas uu dhahay yari suni hadda waligaad ka sifaysa markaad yari suni aad tiraahid oo markaas saacada aad gud yari suni hadii la yiraahdana waxa waaye markaas jawaabul amray noqonaysa oo waxay noqonaysa fahabli ilaahu iihibay min ladunka agtaada waliyan ibn ilaah wiil iihibay yarisni ha dhaxlee weeye markaas waa yaris ha dhaxlee min aali yacquub aalu yacquub ha dhaxlee macnaha jadkayga uu ka wadaa waxau ka dhaxlayaa waxau ka dhaxlaya xiyine maal iyo miya laa cilmiga iyo nabinimada loola jeeda cilmiga iyo nabida ee maal ma ahan maxaa yeele ambiyada lama dhaxlaba ambiyada sidoodaba oo dirham iyo diinaar lagama dhaxlo sida xadiiska nabi uu ahay calayhi salaatu wasalaam annaga haddaana macshara alambiyaai laa narisu walaa nuurasi u dhah annagu waxma dhaxnana lama dhaxlo u dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka ambiyada ilaahay lama dhaxlee dhaxalka kanu waa dhaxal oo markaasi xagga maaragtay cilmiga iyo diinta weeye min aali yacquuba aali yacquub ha dhaxle ayuu dhahay wajcalhu haddana ilaahu ka yeel haddana waa usii ducaynayaa markaas waa usii ducaynaya rabbi yaa rabbi rabbigeeyow radiyan mahliyan mid laga raaliyay waxaa hadda meeshaas laga qaadanayaa owlaadda markaas ilaahay ku sii doonood alla ka baryaayso inaad ilaahay silaaxiyo aad u weydiiso oo owlaad saalixiina ay noqdaan oo ilaahay agtiisa laga raaliyah maxaa yeele haddii waxa weeye owlaaddii ay owlaad shaqiyaala ay noqdaan oo uun owlaad uun aad hesha iska noqoto oy adduunka markay yimaadaan dad maaragtay caalamka adduunka fasahaadinaya oo mufsidiin ah hadday noqdaan waxa weeye wax faa'iida ma la taas khasaare weeye markaas qofkii owlaad ina dhalay owlaadiisii arlada ilaahay ay fasahaadinayso adduunyada waxaa markaasi sabab ugu noqday inuu ku soo kordhiyo dhibaato iyo markaasi mashaakil iyo fasahaad uu ku soo kordhiyo taasay keenaysaa wax lagu farxana maaha weled maaragtaya fasahaad adduunka maaragtay ku haaya oo ummaddii ilaahay dhibaaya oo dadkii xoolahii lahaayeen ka dhacaaya oo naagihii kufsanaaya oo waxa weeye maaragtay wax kasta dhacaaya oo diin aan lahaynin oo culummadii dhibaaya amba dilaaya amba caayaaya waxa weeye kaas waa fasaad adduunka soo kordhay ciddii haysata amba oo weladkeedu yahane cid ku khasaarta weeye wax faa'iidaha u dhalashadiisu ay leedahana ma jirto oo lagu farxaayo markaasuu wuxuu dhahay wajcalhu ka yeel rabbi yaa rabbi rabbigeeyow raliyan mid laga raali yahay agtaada marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala asagoo wiilka uu ka baryey ou ka dalbay ajiibaaya naxariistina ay u xasilayso oo marka ilaahay uu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala dikru raxmati rabbika cabdahu zakariya uu dhahay ayaan markaasaan ku tegaynaa hase yeeshee taas waxaanu ku qaadanaynaa casharkeenna kale ayaanu ku qaadanaynaa hadda casharkeenna intaasuu ku egyahay wallaahi subxaanahu watacaala aclamu wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu